نعم، كيفية التعامل الأمني مع هذه المحاولات من قبل طلاب الإخوان؟ يعني بالنسبة للتعامل الأمني، ونحن نتحدث داخل جامعة الأزهر أو تحديدا داخل الحرم الدفاعي، لا يوجد أي تواجد أمني، فاستطر أن التواجد الأمني في أفراد الأمن الخاصة بجامعة الأزهر، والذين حاولوا في البداية صد هذه الهتافات أمام الباب الرئيسي للمبنى الإداري، ولكن مع تزاحم هذه الأعداد أمام المبنى الإداري قامت الافراد الموجوده امام المبنى الاداري وهي المكلفه بحمايه المجتمع للوقوف او عدم مواجهه الاعداد الموجوده، وقاموا بالانصراف نظرا لان الاعداد الموجوده من الطلبه كانت كثيره للغايه، لا توجد اي امكان الناس امام المبنى الاداري او بداخله، خاصه ايضا ان كثير من الموظفين صرفوا هذا المبنى حفاظا على ارواحهم. نعم. مصطفى عبد الفتاح مراسل التلفزيون المصري من جامعه الازهر، شكرا جزيلا لك. تنظر اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعبدين الاستشكال المقدم الذي يطالب باستمرار تنفيذ حكم أول درجة بحظر نشاط جمعية الإخوان والتحفظ على مقراتها وأموالها وأي منشأة منبثقة عنها. يذكر أن دائرة أخرى بمحكمة الأمور المستعجلة حددت جلسة 24 نوفمبر المقبل للحكم في استشكال آخر من محامي جماعة الإخوان يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم حظر الجماعة. انتقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي حجب المساعدات لمصر، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه مصر. ودعا أعضاء اللجنة الإدارة إلى استئناف مساعداتها العسكرية لمصر، محذرين من تعريض عقود من التعاون المصري الأمريكي للخطر، مؤكدين في الوقت نفسه أن تعليق المساعدات سيكون له تأثير سلبي على الأوضاع الحالية. تبدأ اليوم نيابة استئناف القاهرة نظر البلاغات المقدمة ضد الإعلامي باسم يوسف والتي أحالها النائب العام هشام بركات إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيها. وسيجري اليوم الاستماع لأقوال ممثل المجلس الأعلى لجمعيات الشبان المسلمين بشأن بلاغه الذي اتهم فيه باسم بتعمد الإساءة إلى مصر والجيش المصري وتشويه صورتها أمام العالم والرأي العام خلال حلقته يوم الجمعة الماضية. وتطالب البلاغات المقدمة ضده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بتهمة تكدير الأمن العام وإشاعة الفوضى والإساءة للمستشار عدلي منصور ولوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي العثور على عدد من المصريين على قيد الحياة من بين المجموعة التي تردد أنها تضم عشرات المصريين ممن دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية وفقدوا جنوب طريق طبرق أجدابيا. وأضاف عبد العاطي أنه تم نقل المواطنين على الفور إلى مستشفى طبرق للاطمئنان على صحتهم. وأضاف أنه تم العثور على جثتين لشخصين آخرين جاري التعرف على هويتهما. ومشيرا إلى أن السلطات الليبية تواصل الطلعات الجوية لمحاولة الوصول إلى بقية المفقودين. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. سيادة السفير، كيف تم العثور على المصريين، هؤلاء المصريين، وما هي أسباب وفاة يعني مصريين حتى هذه اللحظة؟ يعني هل تم التأكد من أنهم مصريين من توفيوا؟ يعني اولا حضرتك تم التاكد بالفعل، الاخ اللي هو اللي ربنا نجاه اللي هو بشار عبد السميع عطيه حسان، والاخر لمواطن مصري ايضا يدعى محمد مصطفى سعيد محمد، تحدث بشار عن ان هو طلعوا من ثاني يوم العيد، تحركوا من جوه السلوم بعد ما دفعوا كل واحد مع مجموعه من المصريين بلغ عددهم 60 واحد، كل واحد دفع مبلغ 4000 جنيه لاحدى العصابات الخاصه بالاستجار في البشر والهجره غير الشرعيه. اتحركوا من هناك جنوب منفذ مساعد على الجانب الليبي، ودخلوا العصابات دخلتهم في منطقه في وسط الصحراء الليبيه، وادعوا ان هم هيأمنوا الطرق عشان يدخلوهم جوه ليبيا وتركوهم ومشوا. فطبعا ال 60 واحد المصري يعني ايه انقسموا لمجموعه من المجموعات، وكل واحد سار في اتجاه معين، ففي اثنين توفوا بسبب العطش، والاخ ده اللي هو نجا وكان بيتردد بالامس، والحمد لله تاكد عدم صحه هذه الاشاعات.
ان في 40 جثة موجودة في منطقة معينة في الصحراء الليبية، وتم ارسال روحيات ليبية وتأكد ان هذا الخبر عاري عن الصحة. الان يعني طبعا احنا بنهيب بالاخوة المصريين بضرورة عدم التعاون مع اي من العصابات الخاصة بالهجرة غير الشرعية، ضرورة احترام القواعد المعمول بها والتي تحظر الهجرة غير الشرعية لأنها محفوفة بالعديد من المخاطر. نعم. أقلها الموت عطش في داخل الصحراء. نعم. فهذه مسائل خطيرة. الآن في غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة في الوزارة وفي السفارة في طرابلس وفي قنصلية بنغازي. بالضبط يا سيدي سفير، يعني أنا عايزة أسأل عن سرعة التنسيق والتواصل مع السلطات الليبية من أجل يعني سرعة الطلعات الجوية للعثور على أي أحياء أو ناجين، يعني هناك ما زال العشرات من المصريين مفقودين. أقول لحضرتك، أولا الجانب الليبي بيتعاون بأقصى قدر ممكن وفقا للإمكانيات المتاحة، وعرضنا عليه إمكانية المستعجل من الجانب المصري بإدخال اي تجهيزات مصريه للمساعده. اول امس كان في ثلاث طلعات جويه بطائرات عموديه، بالامس ثلاث طلعات اخرى، اليوم بدات ايضا طلعات اخرى. يبدو احتمال ان باقي الستين قد يكونوا نجحوا في التسلل الى داخل بعض المدن الليبيه، وبالامس ايضا في غير الستين دول في 12 واحد تاني مصري برضو تسللوا الى داخل الاراضي الليبية. للأسف الشديد في 3 منهم اصيبوا، واحد منهم بلغم ارضي مما ادى الى بتر احد قدميه، والاثنين التانيين اصيبوا بطلقات رصاص. وتم ترحيل التسعة الباقين الى بالباص بمدينة اجدابيا. في الخلاصة يعني التعاون مستمر، التنسيق مستمر، تم مسح أكبر يعني حوالي 450 كيلومتر من الصحراء الليبية. نعم. ولم يتم العثور على أحياء أو جثث، والجهود مستمرة ومتواصلة. ونأمل أن الإخوة المصريين التوقف التام عن مسألة الهجرة غير الشرعية. نعم. بسبب المخاطر الجسيمة التي تحدث بها. طبعا بالتأكيد احنا في النهاية بنشكر حضرتك السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. عمت الاحتفالات الشعبية والرسمية في كل من الضفة والقطاع احتفالا بالأسرى الذين أفرجت إسرائيل عنهم فجر اليوم في إطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين برعاية أمريكية. واستقبل المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة الخمسة أسرى المحررين ضمن قائمة ضمت 26 أسيرا من الضفة وقطاع غزة. في أجواء احتفالية انتظر أهالي أسرى غزة على معبر بيت حانون شمال القطاع وصول أبنائهم المحررين ضمن الدفعة الثانية لتحرير الأسرى القدامى. لكل عائلة هنا حكاية، أم تنتظر حرية ابنها منذ 20 عام، وجيل كبر على مدار هذه السنوات محروما من أب غيبه سجن الاحتلال. بدي اياه ابني بالعجل اللي احضنه وبوسه واسلم عليه واحضنه وامسكه من ايده زي ما الي بيه 21 سنة ما مسكتوش من ايده ولا شفته ولا يعني من القزاز بقيت اشوفه. انحبس وانا عمري 3 سنين، يعني ما كنتوش متذكره لما انحبس والدي، وتجوزت وعندي ولد سميت اسم والدي، ويعني انحبس والدي وانا كنت فجيل ولدي. يعني شوف مرت سنين واحنا بنحشس في الاعياد ولا المناسبات ولا شيء، يعني الواحد عايز اليتيم. 26 أسيرا أشرقت أخيرا شمس حريتهم المنتظرة، عادوا إلى بيوتهم التي غادروها قبل عقدين أو يزيد، محمولين على الأكتاف لا تفارق وجوههم فرحة الحرية. فرح جميل أن أكون بين أهلي، طليق وحر بين شعبي. رسالتي للقيادة الفلسطينية أن تعمل كل جهدها لتحرير جميع الأسرى بدون استثناء. ولتحقيق هذه الأمنية ينتظر الفلسطينيون من قادتهم وفصائلهم بكل أطيافها المزيد من العمل لتحرير 5000 أسير فلسطيني ما زالوا محرومين من فرحة لقاء أهلهم. أنا تحررت في صفقة جندي شاليت، صفقة وفاء الأحرار،
بفعل المقاومة، وها هم اليوم أسرى بفعل المفاوضات. يجب أن نكون مكثفين جهودنا كقيادة فلسطينية وكفصائل فلسطينية من أجل العمل السياسي والعمل العسكري. قبل بزوغ الفجر ببضع ساعات بزغ فجر حرية 26 أسيرا فلسطينيا، ترى على وجوههم فرحة تقرأ في عيون أهلهم وشعبهم، وكلهم أمل ويقين بتحرر باقي الصامدين خلف ظلمات معتقلات الاحتلال. عمر بشير للنيل، قطاع غزة. كما شملت قائمة الأسرى المحررين البالغ عددهم 26 أسيرا 21 من الضفة الغربية. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين على أربع دفعات وفقا لسير المفاوضات، وقد أطلق سراح الدفعة الأولى التي شملت 26 أسيرا في شهر أغسطس الماضي. بعد كسر القيد أدار 26 أسيرا فلسطينيا ظهورهم لسجون الاحتلال بعد أن أمضوا أكثر من عقدين من الزمن داخل المعتقل، وعلى أحر من الجمر وبطوفان من الفرحة وارتعاشات اللهفة للحرية كانت عائلة الأسرى تنتظر لقاء الأحبة. أما الأسرى خرجوا من مقابر الأحياء ليعانقوا سماء الحرية من جديد. اليوم أنا فرحان، فرحة لا توصف في العالم.